أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها تناقض رؤية الحل في اليمن بين الشرعية والمجتمع الدولي من جهة وبين ميليشيا الحوثي. المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث قال إنه ناقش مع مسؤولين يمنيين وسعوديين في الرياض وقف إطلاق النار في البلاد. ومن جهته طالب وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك خلال لقائه بمارتن جريفيث طالب المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي لإجبارها على الانصياع لمتطلبات السلام، وقال إن الهجمات المستمرة لميليشيا الحوثي على مدينة مأرب تعقد الأزمة، مؤكدا أنها باءت بالفشل. بالمقابل يتمسك زعيم ميليشيا الحوثي بفصل الملف الإنساني عن العسكري، مجددا المطالبة برفع ما يصفه بالحصار عن دخول المشتقات إلى ميناء الحديدة. في نفس السياق حثت وزيرة الخارجية السعودية الأطراف في اليمن على التعامل مع الأمم المتحدة دون شروط مسبقة لإنهاء الحرب في البلاد، وقالت إنها ناقشت مع المفاوضين الحوثيين الوضع الإنساني ووقف إطلاق النار والعملية السياسية، مؤكدة أن وقف إطلاق النار هو الإجراء الإنساني الأكثر أهمية. كيف يمكن قراءة هذا التباين بين موقف الحكومة والميليشيا تجاه تحقيق السلام؟ نناقش ذلك مع ضيوف هذه الحلقة، ولكن بعد متابعة التقرير التالي. كلما كثف المجتمع الدولي من جهوده الساعية للسلام، ازدادت ميليشيا الحوثي تصلبا في مواقفها المتمسكة بالحرب، معادلة أضحت من سمات المشهد اليمني الذي تتجاهل فيه القوى العالمية أن الميليشيات لا تخضع بخيار المفاوضات بل عبر طريق العقوبات. فبعد الجولات المكوكية للمبعوثين الأممي والأمريكي، انضمت السويد إلى قائمة الدول الضاغطة على الحوثيين والتي حثتهم على ضرورة وقف إطلاق النار. جاء ذلك خلال لقاء وزير خارجية السويد آن ليند بوفد الحوثي بعمان، طالبتهم فيه بالتعامل مع الأمم المتحدة دون شروط مسبقة. تبدو السويد متفقة مع واشنطن والأمم المتحدة على أن وقف النار هو الإجراء الإنساني الأكثر أهمية في الوضع الراهن، وهو ما دفعها لعقد لقاءات مع الرئيس هادي ومسؤولين في الحكومة قبيل اجتماعها مع الحوثيين. وهذا التدخل السويدي يعد استكمالاً لجهود سابقة ابتدأت في 2018 برعاية اتفاق سوكهولم. كان المبعوثان الأممي والأمريكي قد عقدا لقاءات منفصلة في الرياض مع مسؤولين في الشرعية، حيث أكد علي محسن نائب الرئيس للمبعوث الأمريكي ضرورة وقف الحوثيين النار أولاً، بينما طالب وزير الخارجية بن مبارك من المبعوثين الدوليين ضرورة الالتزام بالمرجعيات الدولية. فيما هو واضح فإن نقطة الخلاف متجمدة عند معالجة المسألة الإنسانية، فعكساً لما تؤمن به الوساطة الدولية فإن الشرعية ترى أن وقف النار مع الحوثيين يأتي قبل الشروع بأي ترتيبات إنسانية، بينما ترفض ميليشيا الحوثي ربط الملف الإنساني بالسياسي والعسكري، ما ينبئ باستمرار الجهود الدولية حول حلقة مفرغة من الحلول العملية. أهلا بكم جديد مشاهدينا، ومعنا من الدوحة الباحث السياسي محمد عز الدين الحميري، وأيضا معنا من اسطنبول الباحث في العلاقات الدولية عادل المسني. مرحبا بكم ضيوف الكرام، وأبدأ معك سيد عادل المسني. سيد عادل، أنتم أو كيف تنظر لتعاطي المجتمع الدولي مع موقف الحوثيين؟ هناك من يراه محاباة على حساب معاناة الشعب اليمني المتأثر بهذه الحرب، كيف تراه أنت؟ وبلا شك يعني الحوثيين يتاجرون بمعاناة الشعب اليمني، وهذا واضح يعني من خلال استغلال الحرب ودفعها أيضا باتجاه تحقيق لأهدافهم وأجنداتهم فيما يتعلق أيضا بالسيطرة والسطو على السلطة في اليمن. لكن يبدو أن اليوم هناك ضغوط دولية وقوية وكبيرة في طريق يعني إيقاف الحرب في اليمن، والتي أصبح الحوثي هو من يسعر لها من طرف واحد،
وأقصد بذلك الهجوم الكبير على مأرب والذي لم يستجب لكل هذه الضغوط، وخاصة ما يتعلق أيضا بالجهود الأمريكية والنشاط الأمريكي الكبير والذي اعتبرته الإدارة الأمريكية الجديدة من أولوياتها، وبالتالي يعني كثفت جهودها في هذا السياق. وكانت أكثر، هناك أكثر من 5 زيارات للمبعوث الأمريكي للمنطقة، وأيضا أنا أتصور أن الأمريكان أيضا يعتبروا تحقيق إنجاز فيما يتعلق أو اختراق فيما يتعلق بتحريك العملية السياسية في اليمن، هو يمهد الطريق أيضا للاتفاق الكبير مع إيران، ويعني وكمدخل أيضا للأزمة الكبيرة المتعلقة أيضا بالمفاوضات مع إيران، ومن ثم أيضا تأتي الجهود الأمريكية بهذا السياق وجهود الأمم المتحدة. وأنا أتصور بأن هناك ضغوط كبيرة مورست على الحوثيين، تترجم هذا من خلال أيضا استقبالهم لجريفيث في صنعاء، وكانوا من قبل قد اتهموه يعني شر التهم وربطوه أيضا بالتخادم بالخيانة وغير ذلك. ومن ثم أنا أتصور بأن يعني الضغوط أتت أكلها فيما يتعلق أيضا بتهديد الحوثيين بأنهم هم المعرقلين للعملية السياسية في اليمن. الأمر الثاني متعلق أيضا بفشل الحوثيين وعجزهم عن تحقيق أي اختراق في جبهة مأرب، ومن ثم أيضا تصوير الصراع في هذه المحافظة المهمة، وانتصار مأرب على مدار شهور كبيرة في كسر الحوثيين ويعني وردهم. ثم أنا أتصور بأن الفشل في مأرب، ومن ثم أيضا الضغوط الدولية والمساعي الكبيرة التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة، ومن ثم أيضا دولة عمان والمبادرة السعودية والتي ألقت بكل الثقل العملية السياسية على إيران والحوثيين، ومن ثم كل هذه تترجمت اليوم في تحريك أو ما يريد المجتمع الدولي هو تحريك للعملية السياسية وإيقاف الحرب أولا، وتبقى كل هذه المسائل هي مجرد تفاصيل. نعم، إذا أذهب إليك سيد محمد عز الدين الحميري. سيد محمد، كيف تقرأ حالة التناقض بين موقف الحكومة والميليشيا لتحقيق السلام وحول هذه الجهود الدولية؟ الشرعية تقول أنه لابد من وقف إطلاق النار كمدخل للحل، بينما الحوثيين يطالبوا بعدم ربط الملف الإنساني بالعسكري. السلام عليك وعلى السادة المشاهدين. أولا دعينا نتحدث عن الملف الإنساني الذي يعني يروج له الحوثي ويريد أن يستجدي الشارع اليمني حوله. الحوثي أولا لا يحق له الحديث أصلا عن الملف الإنساني ولا عن أي اعتبارات إنسانية، لا يحق له أن يتحدث عن الإنسانية، وهو الذي يضرب مأرب ومخيمات النازحين بالصواريخ البالستية، ولا يحق له أيضا التحدث عن الإنسانية وهو الذي يحاصر تعز للعام السادس على التوالي. أيضا لا يحق له الحديث عن الإنسانية وهو الذي يفرض على المواطن المسكين المحاصر الكثير من الجبايات والمكوس، ولم يراعي وضع البلد ولا وضع الموظف ولا وضع المواطن. لا يحق له الحديث عن الإنسانية وهو الذي تمتلئ سجونه بالمعتقلين من الأبرياء ومن النساء ومن الأطفال أيضا. لا يحق له الحديث عن الإنسانية وهو الذي يعني يتعمد تفجير البيوت، بيوت المخالفين له وبيوت المعارضين لفكره، دون أي اعتبارات للعيب الأسود، دون أي اعتبارات لأسرهم لعوائلهم، دون مراعاة للعادات والتقاليد اليمنية التي كسرها الحوثي. لا يحق له الحديث عن الإنسانية وهو الذي يفرض الإتاوات على التجار وعلى المواطن اليمني باسم، تارة باسم المولد النبوي، تارة باسم الزكاة، تارة باسم الواجبات، باسم المجهود الحربي، وأخيرا باسم المراكز الصيفية ودعوتهم لدعم المراكز الصيفية الذي يريد أن يفخخ بها عقول الجيل القادم. الحوثي أيضا، الحوثي آخر من يتحدث عن الإنسانية، لأنه لا توجد حياة سياسية إطلاقا في ظل حكم الحوثي، فكل المخالف له أهداف مشروعة وهم بنظره أيضا مشاريع خونة وعملاء. كذلك لا توجد لديه إنسانية، لأنه صادر أموال المخالفين وممتلكاتهم وبحجة أنهم عملاء للخارج. الحوثي عندما يتحدث عن هذا الجانب يريد أن يملأ، يريد أن يعني هو مثل الخزينة أو مثل الثقب الأسود، يريد أن يعني يبتز المجتمع الدولي، يبتز الدول المانحين، يبتز المنظمات، يبتز المواطن اليمني. يريد هو هذه فرصة له بأن تمتلئ خزاناته التي لا يمكن أن تمتلئ للأطباع التي موجودة عنده. أما بالنسبة أختي الكريمة لموضوع الحرب،
فالحرب لا زال حتى اليوم عبد الملك الحوثي وهو يدعو للتعبئه الى الحشود لتحرير مأرب كما يزعم، مأرب التي تحولت الى ثقب اسود يعني التي التهمت الالاف من الحوثيين ومن قياده الحوثيين، ومع هذا لا زال مصر على دخول مأرب. ماذا يريد عبد الملك الحوثي ومن يقف وراء عبد الملك الحوثي من مأرب الا انهم نعم سيد محمد، وهل يعقل أن المجتمع الدولي لا يفهم نوايا الحوثي هذه ولا يجد الطريقة الصحيحة للتعامل مع ذلك؟ أختي الكريمة، لولا غموض المجتمع الدولي أو لولا صمت المجتمع الدولي لما وصل الحوثي إلى ما وصل إليه الآن. المجتمع الدولي من اللحظات الأولى يعلم بأن الحوثي أداة، ويعلم بأن الحوثي قاتل، ويعلم بأن الحوثي منقلب على الشرعية، ويعلم بأن الحوثي يقصف المدنيين وينهب ثرواتهم ويأخذ قوتهم من أفواههم. الحوثي يعلم كل هذا. للأسف أن المجتمع الدولي غالبا ما يلقي طوق النجاة للحوثي. المبعوثين الأمميين كلهم من أيام جمال بن عمر إلى آخر واحد هم من يلقون طوق النجاة للحوثي كلما اشتد الخناق عليه. الآن عندما يعني فشل في عن تحقيق أي نصر له يذكر في مأرب، يحاولون إلقاء طوق نجاة لإخراجه بماء الوجه، ولكنه في نفس اللحظة يكابر ويريد أن يزايد على موضوع الملف الإنساني حتى يظهر بوجه آخر وبوجه سمح عند المواطن البسيط. فللأسف أن المجتمع الدولي هذا نفسه هو الذي يعني صامت على هو الذي مكبل الشرعية، وهو الذي يلقي كما قلت لك طوق النجاة للحوثي في كل مرة. نعم، سأعود إليك، اسمح لي سيد محمد أن أعود إلى سيد عادل المسني. سيد عادل، إذا ما تحدثنا من وجهة نظر الميليشيا بمطالبتها بفصل الملف الإنساني عن الملف العسكري والسياسي، ما مدى منطقية وواقعية مثل هكذا طلب؟ له في الحقيقة يعني الحوثيين والميليشيا الحوثية من حقها تطلب ما تريد وأيضا ترفع سقفها كيف تشاء، هي المفاوضات في النهاية والحرب والمعارك على الميدان هي من تفرض أيضا أوراقك السياسية والتفاوضية، وما يجري على الأرض هزيمة نكراء للحوثيين من خلال أيضا صمود مأرب الكبير والمعارك الممتدة على يعني على أكثر من شهور في جبهة مأرب. لم يستطع الحوثيين فعلا ترجمة هذه الأهداف السياسية وفشلوا وعجزوا، وهم الآن يعني خائرين غير قادرين أيضا على يعني فرض رؤية على المجتمع الدولي. المجتمع الدولي اليوم يضغط على مأرب وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية بأن خيارات يعني لا يمكن أبدا فرض الخيارات العسكرية، فشلت الخيارات العسكرية، لم يعد هناك إمكانية لإسقاط مأرب. الحوثيين جربوا مرارا وبالتالي فشلوا، وبالتالي عليهم أن يتوجهوا إلى المفاوضات السياسية بدون شروط. وبالتالي أنا أتصور بأن الحوثيين فشلوا في تحقيق أهداف عسكرية يمكنها أن تحقق أهدافهم السياسية، وهذا فشل ذريع فيما يتعلق أيضا بالمعارك على الأرض وعلى الميدان. البعد الآخر هو متمثل أيضا في رؤية الولايات المتحدة الأمريكية لاحتواء الصراع والضغوط أيضا على الدول الإقليم وفيما يتعلق أيضا باليمن تحديدا كمدخل أيضا للتهدئة العامة والحوار مع إيران في كينا. هناك تقدم في هذا السياق ينعكس أيضا على الوضع الداخلي في اليمن وينعكس أيضا على تشديد الضغوط على الميليشيا الحوثية. الأمر الآخر متعلق كما بتفاهمات السعودية الإيرانية السرية والتي عبرت عنها الخارجية الإيرانية وقالت أن هناك تفاهمات تسير بشكل حسن مع الجانب السعودي، وهذا أيضا بعد مهم أيضا فيما يتعلق أيضا بتهدئة الصراع في اليمن. إذن هناك شغل على أكثر بعد، البعد الإقليمي والدولي، وكل هذه أيضا انعكس بشكل قوي على المباحثات في اليمن، ويبدو الحوثي عاريا فيما يتعلق أيضا بتحقيق أهدافه التي حاول أيضا أن يفرضها من خلال أيضا الهجوم الكبير الذي دفعه باتجاه مأرب. ومن ثم أنا أتصور بأن الأبعاد الإقليمية والدولية هي الغالبة اليوم فيما يتعلق أيضا بتحريك العملية السياسية وتحقيق اختراق في المسألة اليمنية. نعم، عودة إليك سيد محمد عز الدين الحميري. سيد محمد، بعد أكثر من 6 سنوات من محاولة المجتمع الدولي إحداث خرق في جدار الأزمة اليمنية وفشلها الذريع في كل مرة، ألا يحان الوقت لإيجاد بدائل وسياسة بديلة وطريقة أخرى للتعامل مع الملف اليمني والخروج من عنق الزجاجة؟ أختي الكريمة، شوفي، الحوثي هو أداة،
إذا تم الضغط على من يحرك الحوثي ربما تهدأ الأمور نوعا ما، لكن الحوثي هو ينطلق من منطلق الظلم، فهو يعني ينطلق من منطلق الكبت والقهر والظلم وما إلى ذلك، ولهذا يعني في اللحظات الأخيرة تلقى له المبادرات والمفاوضات لكي يتم انتشاره. المجتمع الدولي اكتشف أن الحوثي فشل في تحقيق الأهداف التي كانت مرسومة يعني ما بعد سيطرته على صنعاء، فلجأ إلى البحث عن حلول. نحن أيضا في نفس اللحظة نطالب الشرعية برفع سقف المفاوضات حتى السماء أثناء أي مفاوضات، لأن الحوثي دائما يعني له سياسة من 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 من, من يعني يعني يدعمه ومن يقف خلفه برفع سقف المفاوضات. للأسف أن المفاوضين في حكومة الشرعية دائما مطاطئين رؤوسهم أمام هذه المفاوضات، فنحن نطالب من الشرعية الضغط على الأرض سواء في جبهات المأرب وفي بعض تحريك الجبهات الأخرى، فتحريك الجبهات الأخرى ضد الحوثي هو الذي يجعل الحوثي يخنع، وهو الذي يجعل الحوثي يأتي صغرا، وهو الذي يجعل الحوثي يقبل بشروط الشرعية اليمنية. لكن أن تذهب الشرعية وهي مستسلمة وهي رافعة أيديها، يعني لا تقدم ولا تؤخر وليس لها سقف مفاوضات، فلا بد أن الحوثي سيرى أن الميدان قد أصبح شاغرا له، وبإمكانه أن يضرب على الأرض وبإمكانه أن يرفع سقف المفاوضات في نفس المكان. ولهذا هذا ما نرجوه من الشرعية اليمنية، أن تمارس حقها على الأرض في الدفاع وفي التصدي وفي تحرير البنادق وفي تحريك الجبهات، وأيضا أن تفاوض في مع يعني نعم سيد محمد، ولكن هل لدى الحكومة الشرعية هذا الخيار؟ هل هي من تملك هذا القرار وهذا الخيار؟ وأين هو التحالف من ذلك؟ والله أختي الكريمة هذا الذي يؤسفنا، نحن نرى أن الشرعية يعني لا يعني يبدو أنها لا أسمع لا أرى لا أتكلم، مكبلة في فنادق الرياض، والتكبيل هذا بخيارها، يعني تستطيع أن تذهب إلى أي مكان آخر، ولكن هذا ما يؤسفنا. أما بالنسبة للتحالف، التحالف أصبح جزء من المعاناة، بل هو شريك أساسي للمعاناة، فاليمن أصبحت ما بين يعني سندان الحوثي وما بين مطرقة التحالف، فكلهم يضربون في هذا الجسم المهترئ، الجسم اليمني، كلهم يضربون كل من ناحيته، ولهذا نحن الآن لا نعول على موضوع التحالف ولا نعول على يعني نعم سيد محمد، ولكن الدولية. عندما بدأ التدخل السعودي والتحالف في اليمن كان لنصرة الشرعية، أما الآن وبعد 6 سنوات وبعد استمرار استهداف الحوثيين للأراضي السعودية تحولت المعركة للدفاع عن أمنها القومي، إذن لماذا تستمر في تكبيل السعودية؟ إذن في تكبيل الشرعية في الرياض، لماذا لا تتعامل مع الشرعية بمسؤولية ومع هؤلاء من يقاتلون في الجبهات بالداخل؟ ما دام الهدف واحد كما كانت تقول الكريمة، هذا السؤال يوجه لهم لقيادة التحالف، لماذا أنتم تحتجزون هؤلاء عندكم؟ لا أنتم أطلقتم سراحهم ليقال برأيك أنت كمتابع وكمهتم بالشأن اليمني وكمتخصص، أي كيف تفكر السعودية بهذا الخصوص؟ نحن نستغرب أن التحالف السعودي على وجه الخصوص يعني هي من تقطع أذرعها بأنفسها، وهي من تكبل نفسها بنفسها من خلال منع الجبهات من التقدم. نحن إذا ما تحدثنا عن من هم في الرياض نتحدث عن من هم في الداخل، عن الجبهات الموجودة التي هي يعني لا تستطيع أن تتحرك شبرا واحدا إلا بموافقة التحالف، والتحالف يرفض أن يعطيها الأوامر، وإذا تقدمت خطوة، وأنت تعلمي عندما كانت الجيش اليمني والمقاومة على تخوم صنعاء بعد فرض 2 ماذا حصل لهم؟ تم ضربهم بالأباتشي أكثر من مرة. إذا ماذا يريد التحالف مننا؟ أنتم تريدون الحوثي أن يستمر، ونحن نعلم أن الحوثي كان عندما دخلت عاصفة الحزم كان لا يمتلك الصواريخ، من موله بالصواريخ؟ واليمن المحاصرة لا يدخلها يعني لا يدخلها شيء، لا يستطيع الجريح اليمني أن يخرج أو أن يدخل، فكيف تذهب الصواريخ والطائرة المسيرة إلى الحوثي على مرأى ومسلع من التحالف الذي يسيطر على الجو والبر والبحر؟ هل التحالف جزء من المؤامرة؟ هل التحالف شريك مع الحوثي فيما يحصل اليمن؟ ربما قد وصل إلى هذه النتيجة مع الأسف. نعم، إذن السيد
محمد عز الدين الحميري الباحث السياسي، كنت معنا من الدوحة، شكرا جزيلا لك. عودة إليك سيد عادل المسني. سيد عادل، بالنظر إلى السياسة والطريقة المتبعة من قبل المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمة اليمنية، وخاصة في التعامل مع جانب الحوثيين وطريقة تعاطي الحوثيين لهذه السياسة الذي أثبتت فشلها منذ 6 سنوات، كيف يمكن تغيير هذه السياسة؟ ما الذي يمكن فعله؟ هل لدى المجتمع الدولي الإمكانية لتغيير هذه السياسة بسياسة أخرى ربما قد تخرج إلى نتائج؟ لا، الوضع انا اتصور مختلف. يعني هذه المره هناك اداره امريكيه جديده، يعني متغير دولي مهم فيما يتعلق ايضا بالحرب في اليمن. الاداره الامريكيه الجديده وضعت ايقاف الحرب في اليمن من ضمن اولوياتها، يعني اهم اجنداتها في المنطقه، ومن ثم ايضا جندت لها مبعوث ويعني وسياسات ونشاط دبلوماسي مكثف وضغوط ايضا على الاطراف، سواء المملكه العربيه السعوديه وعلى الحوثيين. المملكه العربيه السعوديه نفسها يعني ليست على ويان مع هذه الاداره الامريكيه التي استهلت عادة بفتح النار على المملكه العربيه السعوديه، ومن ثم حاولت المملكه العربيه السعوديه تقديم مبادره الهدف منها ايضا كشف ود الاداره الامريكيه الجديده، وهي تسير فيها هذا الطريق. الامر الاخر متعلق ايضا ب يعني قضيه مهمه جدا، قضيه اقليميه هي محط نظر الاداره الامريكيه الجديده، وهي التغلب على الازمه النوويه مع ايران والبحث عن امكانيه لايجاد حل لهذه الازمه، وترى بان اليمن هو المدخل، ومن ثم ايضا تحاول ايضا لعب دور كبير في يعني تكثيف الضغوط للجم الصراع في اليمن، وهذا هو الظاهر اليوم من خلال ايضا دور الولايات المتحده الامريكيه الكبير، وتجنيد ايضا لكل يعني عناصر قوتها في المنطقه، سواء عمان، دولة عمان او المملكة العربية السعودية، ومن ثم ايضا حتى يعني بقية الدول الخليجية وايران وغيرها. وكل هذه الدول الان يبدو ان هناك غرفة عمل يعني تكاد تكون مشتركة ايضا لتحريك العملية السياسية، وواضح هذا من خلال ايضا استقبال مسقط لوزير الخارجية الايراني ومن ثم السعودي والمبعوث الاممي والمندوب الامريكي، وكان هناك عمل يعني جاد وكبير لولا ايضا تصلب الحركة الحوثية. لكن يبدو ان الضغوط مستمره في هذا السياق على ايران وعلى الحوثيين وعلى المملكه العربيه السعوديه، ويبدو ان نتيجه هذا الضغوط بدات من خلال هذه التحركات والتي لم تتمخض فعلا عن خارطه الطريق. لكن انا اتصور في المستقبل القريب سيكون هناك عمل ما باتجاه تحريك عمليه سياسيه ناجحه في ذلك. نعم، إذن الباحث في العلاقات الدولية سيد عادل المسني، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من اسطنبول الباحث في العلاقات الدولية سيد عادل المسني، وكان معي من الدوحة الباحث السياسي محمد عز الدين الحميري. الشكر موصول لكم مشاهدينا على المتابعة، ولزميلي معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا. نلقاكم على خير في حلقة أخرى، إلى اللقاء.